مرحبا بركاته يا شباب، رحيم بني سويف. احنا عملنا كذا ديمونستريشن نزلناه قبل كده، عمليه ماجزيلو فيشر كبيره شويه، لكن طلب ان يبقى في ديمونستريشن الحاجه يعني قالت به بروحها، على هو المانجمنت للامباكت تولز. فاحنا معانا بيشنت كتر خيرها يعني سمحت لنا ان احنا نصور حاجه زي كده، هي عندها فور امباكشنز ابر ولور، احنا خلصناهم كلهم، فاضل واحد بس لور ليفت. احنا كده طلعنا الحمد لله الايه؟ ثلاثه اللي كانوا امباكتد، وفاضل اللور ليفت فور، اللي هو ليفت فورث امباكتد توس ويزدم. فهنشوف مع بعضنا كده ازاي بنقدر نعمل انسيجن وازاي نعمل ريفلكشن ميك بوستر كلاب. دلوقتي احنا هنعمل ميك بوستر انسيجن صغير قوي كده، ونعمل ريفلكشن ميك بوستر كلاب نشوف ازاي، وان شاء الله ممكن ما نحتاجش استوتمي على حسب يعني الوضع. نشوف بوريك الصوره في الاشعه. يا دوب في ايه؟ ماشي عليها خالص كده. هنعمل انسيجن بتاعي طبعا كريستال كده، يو هاف تو تاتش بون. ماشي، افتح الاخر الدكتور كده. ماشي، يعني كده هنزل اهو، افتح الاخر على الاخر تقفليش، لو في وجع واقفين خلاص، في وجع ولا حاجه ها، افتح الاخر انت بتفتح الاخر. ماشي، انا كده عملت كريستال انسيشن اهو. طبعا الفازيكو سيت رامي العينه ان مفيش ما شاء الله بليدنج خالص. ماشي ماشي، بعد كده احنا عملنا كريستال انسيشن خلاص، ديستال 7 اهو، تلف على الكريستال بون. ممكن تجيب كده ايه ده من السيرفايكل اهو حوالين 7 خلاص. ماشي، بابل اهي افتحها. ماشي، الانسيشن ريليز انسيشن بتاعي يتاخد يا قدامها يا ورا بابل. انا كده اهو بسلم نفسي حته وقصاد حته كده، عملت ايه ريفليكشن للبابل، عشان دي مهمه جدا جدا طبعا، عشان الجماعه بتوع البيرو بيزعلوا مننا. ماشي كده، انا ايه سلمت بابل اهو معايا الانسيشن بتاعي، افتح خمسه دكتوره على الاخر كده. ماشي، افتح على الاخر تاني. ريليز انسيشن بتاعي هيكون ازاي؟ افتح على الاخر على الاكستنشن بتاع بابل كده. ماشي، واعمل ريليز انسيشن بتاعي بالمنظر عشان خليك كده كده اهو، تاتش بوم لغايه السلكس تحت. تمام كده، ماشي وان كات. الخطوه الثانيه دلوقتي ممكن تعمل الانفيتور او اللي هو عامل يسميه مشرح يعني، خلاص افتح الاخر خالص خالص، وابتدي اخش في ريزن سيشن كده واعمل ريفليكشن اجينست بوم. تمام، بسلك هنا ايه في الثلاثه، افتح واسع كده، ادي العظم اهو بيبان. ماشي، طب بسلك ايه؟ البابله كلها من هنا اهو. من الشوتر بتاعتي بيساعدني اهو. بعمل ريفليكشن. افتح الاخر كمان. ماشي. كمان. كويس، ايوه. ده اللي احنا شايفينه ده البروستيم. ماشي؟ بشيل البروستيم ده كده. والمين شوتر يخش ياخده كده على جنب. كده عملت ريفليكشن للمكان بتاعي. وده المكان البلج بتاع الامباكتد ايد في المكان ده. ماشي؟ كده فين واضحه قدامي اهو، كده رفعت الميكرو بوستر في الليب وحافظت على ايه؟ طبعا طلع وان بيس كده، العظم مساوي قدامي. لو انا شفت كده عشان اشوف افتح كويس الدور. شوف كمان صح. ماشي، ده بالبلدي كده بنسميه عامل زي الشغل بتاع اللحمه ده كده بتاع العظم، هو ده البروستيم. ماشي، ده اللي برفعه كده بحط ايه؟ من سوتك هيترشم معايا. تمام؟ كده ده المكان كده جاهز ان انا ابتدي اعمل ايه؟ الاستوتم بتاعي عشان اوسع واخلع الايد ده ان شاء الله. ماشي، ارجو ان الصوره تكون واضحه كده. افتح ايه الدكتور كده، الله ينور عليكي. وايه المنظر كده؟ شكل الفيلا بتاعتي يا جماعه، تمام؟ ماشي، هبتدي دلوقتي نمسك الهاند بيس ونشتغل دلوقتي. شغال معانا اهو، هبتدي نشيل ايه؟ كل في كده جاي معايا ايه اهو. ماشي، بخش بالبير بتاعي ما بين العظم وبين التوس، ما كسرش في الساوند بول اللي بره ده. ماشي، مش الساوند بول اللي بره، هنا اهو ما بين الكراون وبين ايه؟ التوس كده، ده كده بفكر ده كلام بيبقى عام. ماشي خلاص، عايز ايه تاني؟ خلاص بص على الاخر كده، انا خلص بص على الاخر كده هتقطع. طبعا عشان انا بروح بالعرض بالبير بتاعي بشوف الساوند بول. اتفضل عليا، اتفضل عليا. صح، خش فيه. ايوه لازم اشيل الديستال بون ده، لان انا بخش بالهاند بالاليفيتور في المزل وبصور على الديستال. ماشي، ما امسكش الاليفيتور قبل كده، قبل ما اخلص الاستوتين كده كله. تمام، افتح كويس كده، خلاص كده شوف. ايوه جميل، افتح على الاخر كمان. برافو عليك، تمام تمام.
جسد كده اولاني ماشي الخطوه الثانيه ان انا احط الانفيتر واجس كده اشوف الاخبار الموجوده بتاعتي ايه خلاص ماشي مش هفتح هنا ماشي شوف هنا كده ايه المثل ده بناخد في جسم ايه ثابته ماشي جسم الايه نفسه خد الرقصه دي كمان بتاكلها تطلع في ايديك حته واحده كده وان بيس تبقى انت ماسكها وشايفها كده خلي الشفاط بره عشان نشوف صبعي 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 ماشي لما اخش بقى بكتر او الاسفيت اهو دي حته الميز اللوك اللي انا شلتها بروح بقى من هنا ده اللوك اللي انا شلته الميز اللوك اللي انا شلتها المفروض ايه الصح اللي خدتها كده وان بيس كده ماشي ده لوك اهو اللي كان موجود ادي ايه اهو خلاص طب ما كل ما طبعا بيس الحمد لله تعالى اخر اخر خلاص دي خلاص اخر بيس الحمد لله ماشي والحظ هنا يعني ده ايه؟ واحد اثنين ثلاثة يعني ثلاثة بوز ماشي؟ ثلاثة بوز انا حاسس فيه كده مش كده اهو المسه تمام؟ ده شكل ثلاثة بوز ماشي؟ الشكل التاني كده براحة تفضل كده هنا ماشي؟ ماشي لازم تفضل كده لان كتر التشفيط طبعا بيجيب دم ماشي؟ الخطوة الثانية يا جماعة باكة بيت كده شاشة خلاص طبعا تعمل الريجيشن كويس وتطمن انك انت مفيش اي بونز بتيولز او شارد بتيولز لازم ساعتها تمسك البون فايل وتعمل فايلنج لكل العظم الشارب اللي موجود هنا ده لو فرضنا ان كان في عظم شارب الخطوه الثانيه دلوقتي هنشوف ازاي مع بعضينا بنقفل هيك بوصل الفلات دي ونرجعها مكانها ونقفلها هنشوفها ازاي مع بعضينا دلوقتي خلاص اول حاجه خدها يستحسن البابيلا اللي في المكان ده كده في المكان اللي لازم انسيشن عشان ايه اطمن اخد كويس هعديها كده سيركم دنتال دخلت اوبن 6 و7 وطلعت لينجوال بتاع اخر هسحبها تمام كده الدش بتاع السرنجه بتاع النيدل في ايديا اهو طبعا دخلت الموفبل فيكسد هطلع تاني ما بين ال 5 وال 6 بالمزح عشان شايفه ده كده خلاص واسحب الايه اللي بتاعتي خلاص اسحب الخيط خالص اهو ماشي ارجع كده اسحب من كده واحد اثنين وامسك الخيط اهو ماشي واحد اثنين ثلاثة خيط اهو بلف الخيط النيدل في ايديا ما بسيبهاش خلاص وبلمه في بطن ده كده مش واقع على صدر العيان خلاص متركشن كده خلاص واخش كده اشد كده اهو اهو خلاص كده انا قفلت ايه الليزنج سيشن بتاعي من فوق اهو كده رجعت البابيلا مكانها تمام كده لسه فاضل الليزنج سيشن طبعا تحت ده هيتقفل بعديها تاني بطلع خيط اهو واخد واحد اثنين وشد بالطريقه اللي انا شايفها كده خلاص طبعا المفروض الثالثه واخدها في اتجاه معاكس شويه لورا ماشي خلاص ومقص الورز ماشي اما سيتويشن تمام
بس على الغرزه كده خلاص. ده فيكر انا بستخدمه هو رزاق بقول يعني. ميزه الفيكر عن السلك ان الفيكر بتعرف تشد عليه جامد ما بيتقطعش زي الحرير، وفي نفس الوقت رزاق بقول يعني. طيب هنا برضو لازم انسجن هاخده ازاي؟ اطلع كده ماشي صح كده هاخده اهو من ورا كده. انا خدت ايه؟ فول سيكنس ميكرو استر عندي حته ثانيه اهي صح طبعا بس كده. حاول افتح شويه عشان نشوف على الاخر. ايوه تمام كده باخدها من هنا والفها كده ماشي. بص الخيط شكل الخيط افتح كده شوف الخيط معدي ازاي تمام كده ماشي باين قوي خلاص. حط في ايديا صور هنا ماشي بعدين بخيط في ايديا كده تمام. واحد اثنين اهو الطرف القصير ده واقفل عليه تلم الخيط كله في ايديا ماشي. اعمل ترشن كده شد ماشي خش ايه من جوه تي اور كده اقفل ايه لازم يسجن معايا كام واحده في ناس بتحب تسيب زي غرزه كده واحده مفتوحه كده از درينج يعني عشان ما يحصلش ملتومه في المكان، فتسيب مكان مفتوح صغير كده عشان تدرين الاكسس بلاد ماشي في المكان ده كده في الريزم سيشن. في ناس بتحب تسيب الغرزه دي ما تقفلهاش معايا كده. طيب الخطوه الثانيه بعد كده نقفل الموست ايه ديستال ورا خالص برضه هخش للموفبل الفيكسد بالكيفيتش بتاع نيدل بتاع اخر حاجه. ايوه ادي واحده اهي عديتها ممكن اعدي الثانيه معاها اهي خلاص تمام كده. بس ساعد نفسه اهو اخد الابره بتاع الاخر وابتدي اخدها مع الدريشن بتاعه والفها ماشي. هاخد الابره في ايديا زي ما احنا شايفين كده خلاص وابتدي ايه الم الخيط في ايديا بالطريقه دي كده ما اسيبوش ماشي. واحد اثنين اقفل اعدي الخيط ماشي ابتدي ايه اخش كده وقرط لما كان ايه الغرزه بتاعتي كده اتقفلت الحمد لله خالص ووتر تايت اهي ماشي. ده طبعا ايه انت ما بتسويتش ماشي. بس تاني واحد اثنين تمام تمام كده كده خلاص. في مكان ورا هو بيجيب دم طبعا ده هياخد ايه ورزه كمان فيه شويه. المفروض الثالثه في الاتجاه المعاكس لورا ماشي كانت طمنت ان هي مقفوله كويس بقوه يعني الحمد لله. خلاص برضه ورده طبعا عشان الجماعه الامتياز اللي طلبوا الموضوع ده في فتره البكالوريوس احنا بنعمل ايه الفيديو دوت عشان يبقى واضح معاهم الكلام ده، لان فتره الكورونا ظلمتوا انتوا ما شفتوش الكلام ده عن قرب كفايه يعني ماشي. عمليا لو مشيت العينه كده مش هقول مرزوق انف بس انف، لكن ايه طبعا البنج لحد ما في فاز كونسيرتور بيماسك البليدنج فممكن بعد كده يبقى في شابلين تاني. لو انا دوست هنا بص كده عامل كده ريزنج انسيشن كده بص لو دوست عليه هنا بيطلع ايه بلاد هنا في المكان ده. فيستحسن اسيب غرزه كده مفتوحه نعصر منها ايه الاكسس بلاد اللي موجود ده. طيب افتح لي كده من جوه افتح اخر ماشي اهي برضه واحده ايه داير ما يدور كده بطلع رنجة من الكوزه ماشي ازق نفسي كده تمام كده اهي افتح اخر كده معديها ايه نشوف الغرزه ايه قبل وبعدها الطرفين اهو وبعد الانسيشن معاها ماشي خلاص برضه نفس الفكره. قفلته كده عليهم في ايديا برافو عليكي افتح تاني واحد اثنين تمام اوكي الحمد لله ماشي. هنقص دلوقتي ايه؟ نغرس كده طبعا من دي الانستراكشنز المعروفه الاكل البارد وابعد عن السخن النهارده ممكن نحط فومنتيشن كولد فومنتيشن طبعا اول 6 ساعات كولد فومنتيشن ماشي بتاع في الاخر كده الانستراكشن مقفول كويس اهو ده اللي عمال يدور كويس الحمد لله ماشي.
نشكر الدكتوره لو سمحت لنا تصور حاجه زي كده. جزاها الله خير يعني. تمام الحمد لله على السلامه. احنا كده يبقى شفنا ايه؟ كده شفنا دول كده الاربعه ماشي بوزدم اهوت. وده كان اللوك بتاع الواحد اللي انا صورته، كان فيه ميزه اللوك شويه. خلاص بس لا يعني